نجوم، كيف حالكم؟ يا ستكم عيد جديد ولوا، متى راح ينزل عيد ميلاد بيكا اكس دي يا جماعة؟ طبعا كنا ظننا انه عيد ميلاد بيكا اكس دي راح يجي في 27 سبتمبر، لكن لا يا جماعة، مو 27 شهر 9، لا يا جماعة. طبعا التحديث راح ينزل، طبعا يا جماعة قبل ما اقول راح ينزل، اشتركوا في القناة وحطوا لايك وفعلوا زر الجرس لكي جديد انزل على قناتي بقى جيمر، وشاركوا في السحب تبع كود بدلة الأرموني، دائما اشتركوا في قناتي وتشتركوا في قناة اختي وتجيبوا لنا مشتركين وتكونوا فعلا زر الجرس، وان شاء الله تكونوا فائزين. يا جماعة خلوني اقولكم متى راح ينزل التحديث. طبعا يا جماعة التحديث راح ينزل بكرة. يا جماعة التحديث راح ينزل غدا عيد ميلاد بيكا اكس دي، فمن متحمس يحط لايك. يلا اوكي، يا الله اشتي يا جماعة الخراب اللي معي. المهم يا جماعة راح ينزل بكرة وانا كتير متحمسة. طبعا يا جماعة في خطأ عملوه الشركة، واللي هو انه بيكا اكس دي نزلت التحديث، يعني عملته في متجر جوجل بلاي نقدر نحدث، وبعدين الناس يعني مدري كيف عرفت، راحوا حدثوا اللعبة، وبعدين بيكا اكس دي عرفت انها هي غلطت، يعني حطت التحديث فحذفت انه تحديث، يعني عشان هي بدها بكرة انها تحطه. فبعض الناس نزلت فيديوهات وعملت كل اشي. طيب يا جماعة انا اعرف من هذه الفيديوهات، لكن يا جماعة ما شفتها عشان ما ابي احرق مشاهدتي وما ابي احرق التحديث اللي كان من زمان اني ابي يجي. طيب يا جماعة كتير 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 متحمسة. طبعا يا جماعة قالت الشركة لا الناس انها تحذف الفيديوهات، لكن في بعض الناس ما حذفت الفيديوهات، فهذا شي كتير كتير مقهر، وعشان ما ابي بعض الناس يعني تكون كتير متحمسة بالغلط تطلب على الفيديو وتشوف التحديث. يا جماعة فالحمد لله انا ما شفت، ويا جماعة المتحمس يكتب لي تحت التعليقات انا كتير 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 متحمسة، ويا جماعة شو رأيكم، شو راح يصير؟ يا جماعة فهل راح يكون ملون، هل راح يكون في لونين او لون واحد بس، او كيف يا جماعة؟ هل راح يجي كمان باركور وناخذ صندوق وما ادري ايش؟ انا كتير 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 متحمسة، ما راح تتصوروا الحماس اللي معي. يا جماعة بس ها كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، اذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك وفعلوا زر الجرس لكي تسكوا جديد انزل على قناتي بقى جيمر، وبس مع السلامة احبكم.